إيجابية أو ينصب اهتمام مواليد برج العذراء حول تحسين أمورهم المالية بصورة عامة. أيضا الفترة الحالية يتوجب على مواليد برج العذراء أن يكونون أكثر حذر في تعاملهم مع الآخرين. أنتم معرضين بالذات أنت على سبيل المثال بما أنه مولود في بداية البرج، معرضين أنه تتسرعون أحيانا في اتخاذ قراراتكم أو تصرفاتكم، فحاولوا أن تتجنبون أي مواجهة محتملة مع أقرب الناس لك أو مع الناس اللي تتعامل وياهم. هذا من تأثير كوكب المريخ. الفترة الحالية إيجابية لمواليد برج العذراء. أيضا من ناحية الأمور العائلية العقارية السكن، أي شيء يخص البيت العائلة السكن، هذه الفترة إيجابية ما زالت لمواليد برج العذراء. تكون فرصة إيجابية أن تغيرون البيت أو تحسنون علاقاتكم العائلية بصورة عامة. هذه السنة إيجابية لمواليد برج العذراء من ناحية الصداقات، النشاطات الاجتماعية، يتعاون وياكم الأصدقاء أكثر من السابق من أكثر أوقات يعني من السنوات الماضية، أو ممكن أيضا تحققون فد رغبة أو أمنية بمساعدة أحد الأصدقاء راودتكم طويلا إن شاء الله. هذه بصورة عامة. عندك سؤال أنت محدد ببالك كريم؟ أرقام أربعة خمسة ثمانية. كريم كريم وياي ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو نعم ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك. من وياي أخي؟ أندار عن برج 1/7/65 65. هذا التاريخ موضوع مضبوط؟ من وياي؟ اي نعم مضبوط 1/7/65 مضبوط. من وياي؟ الاسم الكريم؟ أموائل. أموائل هذا التاريخ إذا مضبوط فعلا فهو من مواليد برج السرطان، أرقامه 1 و2. شنو السؤال؟ إذا مضبوط فعلا أرقام الحظ 1 و2. لا مضبوط مضبوط 1/7. أوكي 1 و2 65. شنو السؤال يا أموائل؟ الاسم هو هذا التاريخ اسمه حسن. نعم الاسم التاريخ اعطيتك يا اسم حسن. الاسم ما عن تاريخ. الاسم ما احتاجه يعني الاسم من اطلب من الناس من المشاهدين الاسم بس في سبيل احكي وياهم لا اكثر ولا اقل. نعم الاسم مو مهم يعني بالنسبه لي اني يعني شخصيا. بس يا برج 1/7 برج السرطان ام حسن برج السرطان. العفو. نعم بتعرف عن الحظ وعن الماده. من ناحية الحظ إنسان طبيعي بصورة عامة، يعني يعتبر إنسان طبيعي من ناحية الحظ. من ناحية مالية أيضا وضع طبيعي مستقر على طول السنة، ما عنده نفقات حاليا ولا بنفس الوقت مثلا أكو فد مكاسب مالية قوية تجيهم، فوضعهم من الناحيتين طبيعي مستقر إن شاء الله. سؤال آخر أموال. زين بس أبدأ أعرف مواليد 11/12/81 هذا مواليد برج القوس، أرقام 2 و3 و6. هذا أرقام 2 و3 و6. من ناحية المادة وضعه جدا إيجابي، هذا التاريخ المفروض يستمر لغاية تقريبا منتصف شهر 7 من عام 2014. من ناحية الحظ أيضا إنسان يعتبر نسبيا محظوظ أفضل من غيره، تقريبا يعتبر محظوظ. نعم سؤال آخر. زين أنا مقدمة على السلفة، أستلمها لا على القرض؟ السلفة من ناحية مادية وضعش طبيعي، بس أنت مقدمة على سلفة تستلميها أو لا ما يعني يعني تحصلين على قرض هذا الشيء وارد. نعم موجود بس شو وقت ما أدري، يعني عندك مجال لحد تقريبا نص شهر 7 مثل ما ذكرت لك. إذا سمعتي قبل شوية كان عندي مشاهدة أيضا مواليد برج القوس، هذه السنة هي بصورة خاصة لمواليد برج القوس يحصلون على مبلغ من المال، يكون على الأغلب من تركة أو توفير أو أي مبلغ إلى صلة طرف ثاني إذا سمعتيني. فمجال المال مفتوح يعني أوكي موجود، بس شو وقت ما أعرف يعني بصراحة. سؤال آخر. لا أشكر. أهلا بيك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. نعم
السلام عليكم استاذ خلاد. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. من وياي؟ انا من الناصرية، وصار لي 5 سنوات ادق عليك ما حصلك. اسم الكريم؟ اسمي علاء، علاء مبشر، مواليد 89. يا يوم يا شهر علاء. مواليد 89، يوم شهر الواحد، يوم 12 ظهر 12 يوم الجمعة. اوكي علاء، انت من مواليد برج الجدي، اوكي؟ ارقامك 3 و4 و8، شنو سؤالك بالتحديد؟ الحاله الماديه سؤال لي عليها، لان حالتي الماديه كلش تعبانه. كلش تعبان هو من امور الماديه زينه، كل امورهم تعبانه. ماكو واحد حتى الزنقين يقول لي ما عندي فلوس. اوكي، من ناحيه الماده انت عندك مو هسه على بدايه السنه الجديده علاء، يعني حاليا وضعك نقدر نقول عليه طبيعي مستقر، اوكي؟ بس افضل فتره لك تجيك فلوس بها، يعني مو هسه مثل ما ذكرت لك على بدايه السنه الجديده، هي الفتره اللي راح تكون عندك بالتحديد شهر الثالث من 6/3 اوكي لغايه 5/4. هاي احسن فتره لك تجيك بها فلوس حاليا، وضعك يعني نقول نقدر نقول عليه طبيعي مستقر، ما عندك شيء. انا من واليد برج الجدي. نعم، ارقامك 3 و4 و8. انا برج الجدي، يعني صوت خلاص. نعم برج الجدي. زين، اكو تعويض الي عند الدوله، يعني لغايه لوين يجيني؟ يعني هسه منتظر تعويض من الدوله. الفتره اللي قلت لك اياها بشهر الثالث لحد اول اسبوع من شهر 4، هاي احسن فتره لك، يعني تطالب بيها او تسعى بيها اكثر تحصلها ان شاء الله. يعني ما اقول لك انه هسه ماكو او لا، ممكن تجيك خلال هاي الايام على سبيل المثال، بس فيما لو لا سمح الله انه خلال هاي الفتره ما اجتي، الفتره اللي ذكرت لك اياها من اول اسبوع، يعني مو اول اسبوع، يعني بعد اول اسبوع من شهر الثالث لغايه الاسبوع الاول من شهر 4 انذاك، حاول انه تركض عليها او تطالب بها، تلح عليها، تحصلها ان شاء الله. ان شاء الله، لان الامور كلش حاليا والله العظيم يعني كلش تعبان، الامور ما تتعقى وين ما، يعني وين ما اخليها يعني تعبانه، يعني ما عندك شيء انت. الماديه كلش دوخه، الماده طبيعي، ما عندك يعني كانت الفتره الماضيه اكو نفقات، حاليا وضعك طبيعي بصورة عامة، وضعك أيضا طبيعي مستقر، ما عندك شيء مثلا. وتعتبر أنت طبعا علاء، أنت تعتبر محظوظ أحسن من مواليد باقي مواليد برج الجدي، على اعتبار أنه أنت مولود يوم 12 بالشهر، فبالتالي عندك حظ يعني أحسن من غيرك بهواي، الحمد لله والشكر. صار لي 5 سنوات أنا لح على اتصال مالتك، ما جاي حصلك. يلا هاي اليوم حصلت، هاي اليوم يبتسم الحظ لمواليد برج الجدي عاطفيا. مشتاق ايش قد أسولف وياك. حصلت الحمد لله والشكر. عندك سؤال آخر؟ يلا إن شاء الله أكون جاوبتك. هلا، نصل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. يتركز اهتمامكم حول إدخال تعديل على ميزانيتكم، والفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم، من يسترد مالا يعود لهم. من مساء الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يقوم برحلة قصيرة للاستجمام، توقعوا بعض التأخير على الطرقات. من صباح الخميس تحتل الأمور البيتية والعقارية الحيز الأكبر من تفكيركم، بوسعكم التعاون مع أفراد العائلة. من مساء السبت تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك يجمعكم بهم. الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة، يعمكم النشاط والتفاؤل، بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية. من مساء الاثنين تنهمكون في إدخال تعديل على ميزانيتكم، كونوا حريصين في خطواتكم المالية. من صباح الخميس تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في سفرات قصيرة متعددة، بوسعكم التفاهم مع أخ أو جار. من مساء السبت تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية. الجوزاء تتراجع صحتكم وانتابكم، شعور بالتعب والملل اخلدوا الى الراحة. ابتداء من مساء الاثنين تمتلئون نشاطا وحيوية، وتنجحون رغم بعض العراقيل في السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم. من صباح الخميس تنشغلون في ادخال تعديل على شؤونكم المالية، من جهة ثمة فرصة لمكسب مالي، ولكن من جهة اخرى ثمة نفقات متعددة.
من مساء السبت تزداد تنقلاتكم وسفرياتكم ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. السرطان تنشطون اجتماعيا وتسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. من مساء الاثنين تتراجع صحتكم وينتابكم شعور بالملل. لا تبالغوا في جهدكم الجسماني. انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم. من صباح الخميس تفتحون صفحة جديدة تشحنكم بالطاقة والحيوية وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور. من مساء السبت ثمة فرصة لمكسب مالي، مع ذلك احذروا في أي خطوة مالية تقومون بها. الأسد تتجه أنظاركم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية، والفرصة متاحة للدفع بها قدما والمحافظة على إنجازاتكم. من مساء الاثنين تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء، من المحتمل أن يحصل تعطيل في دعوة اجتماعية موجهة لكم. من صباح الخميس انتبهوا أكثر إلى صحتكم، ستشعرون بالتعب يسيطر عليكم. من مساء السبت تبدأون فترة أفضل وتمتلئون نشاطا وحيوية وتنجحون في الدفع بمصالحكم. العذراء تنشطون في سفر أو اتصال بعيد وتظل العاطفة قوية لديكم. يوم مناسب للمطالعة. من مساء الاثنين يتركز اهتمامكم حول عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين. حافظوا على إنجازاتكم القائمة ولا تبادروا إلى خطوة جديدة أو تغيير جذري في مجال عملكم. من صباح الخميس تكثر نشاطاتكم الاجتماعية ومنكم من يشارك في مناسبة سعيدة. من مساء السبت تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم. اخلدوا إلى الراحة. مواليد برج الميزان، الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض. صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. من مساء الاثنين تنشطون في سفر أو اتصال بعيد. توقعوا بعض التعطيل لا سيما أثناء سياقة السيارة بين المدن. على الطلاب التركيز أكثر في دراستهم. من صباح الخميس ينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية. بوسعكم المحافظة على إنجازاتكم القائمة. من مساء السبت تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء. الأقرب تشعرون بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم. يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاونا من شريك لكم أو توقيع عقد. من مساء الاثنين تشغلون في عادة تنظيم شؤونكم المالية. تفحصوا حسابا ماليا مشتركا واحذروا في خطواتكم المالية. انتبهوا إلى صحتكم. من صباح الخميس تنشطون في سفر أو اتصال بعيد. كونوا أكثر صبرا على الطرقات. من مساء السبت تدفعون بمصالحكم في مجال العمل. مواليد برج القوس، يتراكم العمل لديكم لكنكم قادرون على إنجاز الكثير منه. انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم. من مساء الاثنين يتركز اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم وشركائكم. تشعرون بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم. من صباح الخميس تنهمكون في عادة تنظيم شؤونكم المالية. كونوا حريصين في أي خطوة مالية لها صلة بشراكة. من مساء السبت تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم من يقوم برحلة إلى مكان بعيد. الجدي تشعرون بقوة الحظ في حياتكم عاطفيا وماليا. بوسعكم شراء ورقة يا نصيب أو ممارسة نشاط فني. من مساء الاثنين انتبهوا إلى صحتكم أكثر، خاصة أن العمل سيتراكم لديكم. لا تدخلوا في نقاش عقيم مع أحد زملائكم. من صباح الخميس يتركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم وتظل العاطفة قوية لديكم. من مساء السبت ادخلوا التعديل المطلوب على شؤونكم المالية ذات الصلة بشراكة. لا تهملوا صحتكم. الدلو، يتركز اهتمامكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعائلية. يوم مناسب للاجتماع بأفراد العائلة والتفاهم معهم. من مساء الاثنين تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم. الفترة مناسبة لممارسة نشاط فني أو أدبي. من صباح الخميس تتراجع صحتكم، لا تبالغوا في مجهودكم الجسماني. من مساء السبت ترغبون في تعزيز علاقتكم مع شركاء العمل والعاطفة. أخيرا وليس آخرا، الحوت تنجحون في مجال الاتصالات واللقاءات ومنكم من يخرج في نزهة ورحلة قصيرة. أخ أو جار يميل إلى التعاون معكم.
من مساء الاثنين تفضلون التركيز على شؤونكم البيتية والعائلية، تجنب إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم. من صباح الخميس تشعرون بقوة الحظ عاطفيا وماليا. من مساء السبت تراكم العمل لديكم، انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار الفلك لهذا اليوم، إلى أن نلتقيكم يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك الحين أسعدكم وتقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية. مع السلامة.